ناري والله الا ليها قصه. شكون اللي باقي عندهم بحال هاد المريات كانوا في القديم تيكحلوا عليهم و تيسوقوا عليهم على هاد المنيره ديال خالتي ماما تكريم بقات عندي. ها هي خالتي اللي تقلبي على مريتك هي هادي راه خاصها تبقى من التراث. عرفتي والله لا زوينين انا تتنفع علي تنكون بحال هكا بالزربه جبت جبت صافي تنولي تنماكي عليها وليت كلشي مسح عليها الماكياج وزوينه براتيكيه تديرها في بلاكار تتبقى مجموعه. ايوا البنات كي دايرين لاباس عليكم واش اخباركم؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا الفيديو ديالي نبداو بديال الصلاه على نبينا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اش اخباركم؟ يا ربي تكونوا باتم الصحه يا ربي. جيت معكم الصباح من هذا الروتين الصباحي المسائي اللي كله نشاط وحيويه. كما كتشوفوا رطبت وجهي بهذا المرطب ديال سونسيليس ترطب بيه وجهي. انا كل مره يعني مثل 3 شهور نبدل المرطب باش بالاخر ما تيبقاش يعطي الفعاليه. درت هذا سميتو سونسيليس صافي رطبت هذا نفس حتى هو نفس الماركه سميتو سونسيليس رطب بيه تحت عيني. هادشي اللي كاين البنات هادو هادشي باش رطبت وجهي. هادو هو البرودويات. يلا البنات خليكم معايا مع تتمه الفيديو. البنات بغيت نبارطاجي معكم هاد المنتوج اللي ديما تنشاركو معكم ولكن راه غزال البنات. عرفتي زوين البوطه تيكون هكا البوطه حاشاكم مسخه وهكا غير ترش عليها واحد شويه تنجي مسحها عرفتي غزال زوين. ها هو سميتو ABC تناخذو من بيهم تقريبا شي 12 درهم فحال هكاك. كاين هذا وكاين واحد تا هو زرق تا هو تاع البوطه زوينين بزاف تنصحكم بهم. المنظف حتى هو غزال دخل طبيعي زوين بزاف بزاف. هادو البنات راه ماشي اشاره غير تنفرطاجي معكم المنظفات اللي تنستعمل. عرفتي هذا تيخلي الثلاجه تيخلي البوطه تيخلي اي حاجه ديال اينوكس كلشي كلشي تيخلي داكشي تيشعل زوين بزاف. ها هو راه ديما تنفرطاجي معكم الصراحه راه الاكثر ديجا البلاد بزاف الناس عارفينه يعني كاينين هادو في بيم عندهم زوين داكشي. ولكن بالنسبه لواحد داك الاخر المنظف اللي وريتكم دا البوطه اللي شويه مجهد اللي عنده الحساسيه بلا ما يديرو ها نتوما البنات هو هذا. لا خليكم معايا. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. شي شويه ونهضر معكم هكا بزاف تساؤلات تيجيوني نيت بغيت نجي باش نجاوب عليهم قبل من نهضر معكم. جيت بغيت نوريكم واحد العيبات خديتها من هاد الماركه ديال ميفيك اللي كاينه حدا مرجان. هاد الماركه تيديرها بحال مينيسو. خديت عرفتي واحد العيبه شحال زوينه تتحمق هكا فوطه وقلت علاش لا ما بارطاجيهاش معكم اللي باغي يستافد من هاد الفويطه زوينه بزاف. ها نتوما البنات دايره 99 درهم باش نفكها معاكم. باقي انا كاع ما فكيتها قلت والو تنوريها للبنات عاد نفكها. ها نتوما باقا جديده
عرفتي علاش دابا ملي ما عنديش البينوار والفوطات على حساب البرد دابا راك عارف الحال ديتي برد بزاف تتسديها من هنا تطيح لك قلت ناخذ هذه احسن باش نحيدها دايره 99 درهم هذا الثمن ديالها حتى مش مغلفين او ما عنديش مع هادشي ديال الحل الكراطن الوليات بزاف نتوما البنات ها شوفوا شحال زوينه يا اختي 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 شوف شوفوا البابيون هانتوما البابيون فيها سكراتش هنايا تدار بحال هكاك طويل وفيها صديفه من هنايا هادي دايره 99 درهم عرفتي فوطتها غزاله زوينه بزاف وكاينه حتى البوني خديتها غير هذا قلت من بعد ناخذ البوني ديالها ديري انت البوني ديالها هانتوما تمشيو للحمام ولا تدوشوا ولا تخرجوا سيك سيك تخرجوا كتيكيتات هانتوما شحال فنه هانتوما هادي اللي خديت وخديت واحد النضيضره حتى هما هانتوما النضاضر ويلي اختي على النضاضر هانتوما اختي على النضاضر ويلي شوفوا قولوا لي النضاضر كيفاش جاوني ها وي 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 هانتوما جاو زوينين ولا خايبين هاد الشكل كبير لقيت شي وحدين صغيرين انت ومع عندهم زوين ماركه سميتها ميفيك راه كاينه حدا مرجان ليها جات حدا فلو هانتوما كاينين عندهم زوينين نضاضر فنين هانتوما والله الا زوينين ايوا هادشي اللي خديت قلت نبارطاجي مع البنات علاش لا وياخذوا شي فكره اللي بغاهم علاش لا يمشي شي يشريهم صافي هادشي اللي كاين ونيت جيت باش نهضر معكم البنات بزاف تيجيني واحد التساؤل لا في الانستغرام بلا تيسولوني لا لي كومونتير تقولي الهام امتى غتمشي لكم تركيا انا البنات راه مازال عندي فكره ديال تركيا وباغا نمشي لتركيا غير تنقضوا امورنا ان شاء الله ونرصي راكم عارفين ماشي واحد غيمشي لواحد البلاد ماشي بلادو غير غيمشي للساكو غيمشي ضروري خاصو اورغانيزي بزاف الحوايج يقاد امورو يعرف شنو باغي وشنو خاصو وهكا واصلا هاد الوقيته البنات راكم عارفيني انا متبعه مع الطبيب ديال الولاده خاصني نتبع معاه خاصني نمشي عندو كل شهر كشفتوني كيفاش تبع معاه تخرج ليا الدواء متبع معايا الحاله ديالي راه شي مره في الشهر تمشي عندو ثلاثه المرات في الشهر يعني تمشي عندو المره الاولى وترجع للعرض الثانيه والمره الثالثه هذاك الشيء علاش قلت يا ربي تيسر في شي وليد ولا بنيه وديك الساعه نمشيو كاملين انا وكريم ولا بنيتي ولا وليدي حقاش هذيك البلاد والله العظيم امنيتي نمشي نشوفها راه بزاف الناس مني بارطاجيت معكم داك الفيديو ديال انا غنمشي لتركيا بزاف الناس تيقولوا انا الحلم ديالي نمشي لديك الدوله يعني لقيت بزاف الناس تعجبهم ام بصح دوله اللي غزاله يعني دوله اسلاميه وفي نفس الوقت تحسي بها دوله اوروبيه يعني دوله زوينه فيها ما يتشاف حتى بالنسبه لي انا كيوتيوبرز الا بغيت نصور لكم شي حاجه فيها ما يتصور فيها ما يتشاف انا ديما 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 ما نكذبش عليكم تنبغي نعطي لواحد المحتوى اللي يكون محتوى زوين حتى المتفرج اللي يتفرج فيا يخرج وهو راضي يخرج وهو فرحان مش يخرج مغموم يخرج كامل طاقه سلبيه تنبغي نعطي الانسان واحد الطاقه ايجابيه اللي يخرج فرحان وكما انا والله العظيم كما الا تشوفوها تشوفوها برا تشوفوها اللي تيتبع لي واللي عارفني من الصغر الهام هي الا ما عمرها تبدلات وان شاء الله راه الفكره ديال تركيا مازاله وان شاء الله كل حاجه غنبارطاجيها معكم من نجي الوقيته ديالها ان شاء الله حتى شي نهار تلقاوني في المطار غادي نجرب بالسي وغادي ان شاء الله الله يدير لي فيها الخير والله يسهل على كل واحد اللي متمني شي حاجه الله يسهل عليه واللي حاب ادو في شي حاجه الله يكمل عليه نتمنى كل واحد الحاجه لي الزوينه يا ربي الله يجيب لي فيها الخير انا ديما تنطلب الله يجيب لي اللي فيها الخير ولا ييسر لي الامور امور جميع الامه المسلمه ولا ييسر اموركم نتوما ديما واقفين معايا وديما واقفين بجنبي وديما محفزيني وديما عاطيني واحد القوه باش نزيد لقدام باش نعطيكم كل حاجه زوينه هذا الشيء كامل الاولاد لا بالنسبه لتركيا باغا باش نفيدكم نعطيكم واحد الحاجه من تتفرجوا فيه تستمتعوا نتوما تتفرجوا هذا الشيء اللي كاين البنات وتتمنى الفيديو يعجبكم ولا عجبكم تنساوش من اللايك ديالكم والدعم ديالكم ليا وتنحماق عليكم وبزوات كبيره ليكم الله يو سلام عليكم